والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. قال الفرموي: مسألة الأكثر من العلماء منهم الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، يا بالمعني للعارف. أكثر العلماء كلو أكثرية شوار إمامك أهل السنة لسر أمن كجائز حديث نقل كريب بمعنى بو عارف بمعناك بو عارف عارفك بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام بو كسانيك شناخ ينبا مدلولات لفظ هيو وشناخ ينبا شوية كاني كموقع كاني كلام هيا مثلا بتشجور أو نقل بكري نقل حديثك بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه بجوريك وكوا إتيان مكا بلفزك لجياتي مثلا لفظك تر ولي مساوي بيبو أو لفظي ترى لشيا في المراد منه لمراد لا بلين لفظك أو ولا فهم مراد كذا واتوكو لو لفزيك لا أصلا مثلا حديثك بو لفزيا وك فهمي مرادك لو أكري لم لفزي شك أم جاي قزيني لفزي حديثك كري ولا مش فهم أكري بولي أن المقصود المعنى شنو واقع بو يدرس شنو المقصود معناه كيه واللفظ آلة له لفظ آلة بو قاندني معناك أما غير العارفي وليكسك عارف نبي بمدلولات ألفاظ مواقع كلام فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا أشياء اللفظ يقول خوي ببين بوري وجائزني وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا ويتوك ويقوايا مثلا الراوي كلفظ أصلا كي لبير وتشوبته معناه كي لبير ما به يا لفظ كشي لبير به بلان بو لفظي كلبيريتي أو نظيت لفظي كيتر لك معناه كبقيني. وقال الماوردي يجوز إن نسي اللفظ ولما وردي الله بلا درست روايات بمعنى بمش ذكر راوية كلفظ كي لبير نما به فإن لم ينسه فلا أقل لبير نتشبوا وأونا بوشي لفوات الفصاحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شن أو فصاحتي كلفر مدكي في غمراها يدرو دي خوالة سربية دلنيام كلقسي كسي ترانية أبرا أو فصاحة لدزلتي. وقيلنا يجوز إن كان موجبه أي الحديث علما جائز أجر موجب حديثك علم بعلم يعني أي اعتقادا يعني أجر اعتقادك إيمان بأخوة وإيمان بقيامة وأمان فإن كان موجبه عملا ولأجر موجبك عمل به فلا يجوز في بعضين بل جائزني في بعضين باشا يعني شيء في بعضين دروزنيا وهو ما كان شيء في الدرجة القصوى في الدرجة القصوى من البلاغة على بعضك يعني أو أن زيك لدرجة بالاي بلاغة هي دروزنيا هنا كم تلوبه شن مثلا أستي بلاغتك إلى خوار بجورك وخلك تريش بتواني مثلا بو النازة بلاغتك أو قيناك كحديث أبي داود وغيره مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور يعني دزوج قرتن وتحريمها وليبون ولنويش يعني مثلا بلاي تواوي كيتو أمانة نانا تحريم النويش بلاي ولاية النويش كيتشوتنا ونويش جغل النويش كشتيت الدروز نوي التكبير الله أكبر كدنا وتحليلها التسليم وليبون ولنويش كبرتي لصلاة دانوا شاكا يعني وأما بلافز ما نقل كلا شيء برين بمعنى نقل كلامي أو ديابي وده بس هروها وحديث الصحيحين خمس من الدواب كلهن فاسق يعني بينج أجر هي قشت يعني فاسق يقتلن في الحل والحرم دا كجرين لحل والحرم جدا الغراب والحدأة يا والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور أنا
او قالوا رشيا حد اك ولا ريبي على لاريك اقرب يعني دو بشك مشك هل وها سجي يعني قر او ديار يعني اعوا مثلا مزور بليغه ما جايز نيه يعني وهل لفظ حديثك هي ولا ويجوز في بعضين اما لبعضك ترى درسته اقر او جويك لو بلاغته ده نقش بتاع الدرجه قصوى لبلاغته. وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب يعني كأنما أم حديث يعني كيس كان يا مخويد ما ولا بلاغته لدج للريكوبيتي وفصاحة وأنا لدرجة قصوى دابون بشرنات واني لجي أمشتي تربيني وقيل حقيني نات واني وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب يعني بناء سرعه قيل بعدي عبته وجائزة بلفظ كمرادف به وعليه الخطيب وقيل يجوز يعني جال جائزة باش بلفظ مرادف يعني الرواية بمعنى بلفظ مرادف درست وخطيب بغدادي جلس أم قصي وعليه الخطيب البغدادي بأن يؤتي يعني راويك ببدل بلفظ بدل مرادفه لفظك بين اللجاتي مرادفة كي كواقع على حديثك مع بقاء التركيب اللي قالوا تركيبك النشري وموقع الكلام على حاله واللي قال وشك موقع كلامك اللي حالي خذ منته بخلاف ما اذا لم يؤت بلفظ مرادف ما بيتش واني وكا قال لفظ مرادف نهيني بان يغير الكلام بجورك وكلامك بقور فلا يجوز لانه قد لا يوفي بالمقصود. ها؟ لا يوفي لا يوفي وش هني لا اوفي على شيء بالي اوفي اوفي اوفوا بعهدكم اوفي على وفاء كان من يجي وفاء كما اشتكي واوفي لباب افعال شربي بالي لانه قد لا يوفي بالمقصود يا لا يوفي بالمقصود ومنعه اي النقل مطلقا ابن سيرين وثعلب والرازي من الحنفية يعني أوانا نقل يعني منعيا يعني كذو من نقل يعني بوجورة مثلا مرادفة كبيرة لجيكا دانين أو نقلان يعني بوشيوة يعني نقل بمعنى يعني منع كردوة وروي المنع يعني بمطلقية من منع يعني بمرادفة غير مرادفة لرزنية وروي المنع عن ابن عمر رضي الله عنهما حذرا من التفاوت يعني او منع على ابن عمر والروايات بوا يعني مثلا تاتي حديث بمعنى الروايات لكن لفظك خوي بيجن بوتي جاء ووايا ولا حذرا من التفاوت لبرويك خو لو تفاوتك لبيني مثلا نفس حديثك وكلام الراوي كذا هي لو خو بيجن وان ظن الناقل عدمه هل الناقل خوي بيوابي تفاوتينيه شن فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المرادي كزوجة العلماء كشان بها أبي لمعنى حديثك كما بست مثلا يمكن مثل لو عالمانا كما اختلافان هيا حديثك الروايات كما لفزيك ولي أو معنى يبقى يعني كخوي ما بست يتي لحديثك يكي كتري وجه شو وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهري في المعنى الظاهري يعني قصي إما لمعنى الظاهر ده لا فيما يختلف فيه يختلف فيه نقل اشتكى كاختلاف تيابي لواء كدروزمية كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه أو ذلك لا يقصي إيما لو ألفاظانية ك لو شتانية كألفاظ غيبة عبادة الدهن الرئيسة مثلا أذان حديثة شن ألفاظي أذان حديثة كسيتر ناتو أني مثلا مرادفة كيداني كالأذاني وكما سأل الله أكبر من جيب الله أجل مثلا أجل بتشدي لامك والتشهد والتكبير والتسليم وكوانا مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي المزاق قول الصحابي احتجاج في أكريا ناقص لسلوية على الصحيح أوي احتجاج أكريا بقول الصحابي كقولك أما بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقص آخر نشتكي وما تلاحك قول الصحابي لا بيش باس من كوكا امام شافعي فرموي اقر باس واكا الله شو من مقصي كسيك كم اقر لصورتك
هاو عصري خون بوايه لحجشته وحاجم لقلاك ولي أما قسما نوايا وحديث مرسلة بيجي مسحة صحابي كذا قال النبي يعني قصي خومنية ودان جاك وات احتجاج كريبو وشي لأنه ظاهر في سماعه منه هذا ما زي موتي قال النبي ظاهر لو ذاك أم صحابي خوي لبي غنبري بيست به وأخير لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر على احتجاج بيناكري شن هل أقري لبيني أو صحابي لبيني بيغنبرها درودي خوي لسبي صحابي كي تربو به يعني مثلا وافرز كتو تصور كي ابن عمر حديثه كي نقل كتو قال النبي ممكن لباوكي بيست به وانيا ليوا اقبل سمعت رسول الله او يتر ديار خوي لي بيستوا ولي اقل ما جي قال خلق لي خوي بيست بيتي خلق لي هيك كي تر بيست بيتي صحابي كي تر ابلو صحابي كي بيست بي شاكر وقلنا يبحث عن عدالة الصحابة شاكا أها يعني وقيل لا يعتج به لاحتمال أن يكون بينه وبين صحابي آخر وحق آخر وحال وحال وقلنا يبحث عن عدالة الصحابة وإما بيجين باحث لعدالة الصحابة كري أخي قبل بس يوم أنا كرك باحث لعدالة الصحابة هل صحابي بيت الأرين عادلة ولي بعضك يجوت يا نخير ممكن لو كسان بك قادحي بو بيشات بي عشان بحث كين لعدالة بزين ماوى يعني ماوى يعني جاء أقر قرار بي إيه لسان أو من بحث لعدالة صحابة بكين يعني أو قول من قبول بي لم لا يشو صحابي بيجي قال النبي عشان مثلا لكورينا ومن احتجاجي بي ناكي شن لواني أو صحابيك أو قولي نقل كردو ومانا إتما قل مقطوع العدالة كبه وكباس منكب صحابي وهي مقطوع العدالة هربا ما حسي بيسنكي إتر تازا نايفة وبحس كيتو أمانة حتى عوانش بأنواعها جاء أقل قرار به باغي بين السر أو بحث لعيني عدالة الصحابة مترح به وأمانة بوي هي احتياجي بينك أو تابعيون عالمين يا مثلا الاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر شاك داي أو أوش أبيت شيء أو التابعيون عتبوك هنا بأولها وقيل لا يحتج به يعني بقول أو صحابي احتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر يعني الاحتمال أن يكون بينه وبينه لكن تابعي وابقى يعني كتابعي بلا بينه بلا أمرك لأخو ناتشس بي أو صحابي و يعني وهذا الكلام أخو أقل تابعي ك أقل تابعي أنا بينه بين أيوة مفيش تابعي في شابيتي كي تلبى بي شن تابعي خو خط ألف غمرين الديوان يعني مثلا تصور كان تابعيك حديثك الرواية كلها صحابيك لسر قولي تابعيك وبيش قال النبي يو تابعي شعبي أم جعل لك سكتير رواية رواية برقة ودورة اللي يبقى تنازل أقل نفس عبارتك شعر واقع يعني كأو تابعيون بيتوسر صحابيون رأينا تاريخ اشتواء وين اشتواء أكري الرأي كوي أو اشتب به الرأي كوي مثلا عصي صحابة تابعيها لشن إما تابعي جورة تمن من هو كبار تابعين من هي مثلا وافرت أو رجع وابي عم برد ودي فارس اللي وفاتك والرجع دواياه الرجع دايك بي هو أجر الرجع دايك بي وأما أنا شتي صحابتي أنا هذي وأنا شو تخدمت يا قبل من اجتمع بي محمد مؤمنا بي محمد وانيا قوى دي الآن هو بقي صحابة تمنى لأن صحابة شابو مانا أو كاتوا في غمر وفاتك أو منالة شاكا ليت ما شاكا أم تابعي لقى الصحابي قبل يكو قولي أبن حالبين بس رأي كمان منتها أقر تابعي قل بينا بي فيش قال النبي صحابي كتابعي قل يوا لبينا بي ببي فيش تابعي كي صحابي كي تربي بي أسم توجيبون خوشون أقر وابي وقت صحابي كي جني والله قطع لو في غمر يديو ها وما قرأ التابعي يعني أخي نبي صحابي بلا بلا وقت ش حديثك تابعي كمثلا روايتي كردوية أوا أما أوا برك دولة كويت وكذا بقولي عن
يعني اگر مثلا صحابي كا بيجي عن النبي او شيء اللي احتجاج به اكره عن النبي على الاصح البته وشي لظهوره في السماع منه ايضا چونك اوي ظاهره لو هكا ممكن ام صحابيه اللي في غمري باسم الرد يقال سبب وان كان دون الاولي هرشن الاستدلال لو بيجا كم ترى الاول كا بيجي قال النبي تعم بيجي عن الاصح شنو هل عنك بيجي بس قال لك اني زيات الاخات زينو كصحابي اخوي اشتكي بسم الله في غمر ولي اجروتي عن اني عن وتي عن النبي اكري اخوي بسبتي هل انا كخوي صريح على روايته يعني مثلا عايز كان اني بقول لك في غمر هاتوا جالب في غمر هاتوا اخوي بسبتي يا يا كيتر كواتا انبا النازي اي بي شو ظاهرني على سماعه وقيل لا لظهوره في الواسطة على ما سبق راسك قيل قالنا بما يسلانا قيل بروا ما ظاهر الواسطة يعني أجياني كلا بيني صحابي الراوية كو لبيني في غمبر أدرو دي خايل سبي واسطة هيا باشا بنابر أويك جزراء كود ما له شاب ممكن الصحابي يقل بينا بيا تابعي يقل بينا بيا وأمان وده أجر تابعي كا لبينا بيا ما نزلي من أو تابعيني أو تابعي مثلا ولي هل لبروا كظاهر بونا يوتينيا أو تابعي وصحابي أو بل وكذا بقوله سمعته أمر ونهى يعني بوجه سالة قلت مثلا على الرلة بيغمبر بيست كبيغمبر دون يقاس أمر يكرد نهي مثلا أمر بكذا يعني نهى عن كذا وشي لظهوره في صدور أمر ونهي منه شون كوا ظاهرة لو ذاك أمر ونهي كلا بيغمبر صادر بوا وقيل لا لجواز أن يطلقهم الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا على نخل جائز نيا شن شايد أو أمر أو أمر نهايي إطلاق كردب الراوية ك يعني الرهاي بالرهاي ها وردبيتني شاك داي بريبيت مسر شتيك شاك تنند أو شتا أمر نبي ونهي جنبي أو كاربو كرب مسر راوي ولا تسمحا باشا لبر او ك مثلا مجازي كردوه شاهد امر ريب كارني هنا ولا معنى اخويا بمعنى فعل بكاري هنا بي مثلا نهى بمعنى لم يفعل بكاري هنا بي او امرنا او نهينا يا مثلا صحابي قبل امرنا او نهينا بوش احتجاجك او اجيب يا واجب كراسم او حرم يا لمن حرام كريا وكذا رخيصة رخيصات إن الرخصات دراع همو أمانة ببناء الجميع للمفعول في الأظهر يعني همو يعني بصيغه مجهول خوين روا يعني أمج بناء بالأظهر هل وقت أوي بيشوان استدلال احتجاجي في أكله بقولي أو صحابي لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم شنك أو ظاهر لو كفاعل أوانا مسلاك يجي أمرنا يعني أمرنا النبي فاعلك إذا أسرى يعني وقتك بفعلك بناء فاعل بوا وفاعلك حذف وفاعلك في غمر بوا الذي قال سبب وقيل لا لخل الاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة شاهد مساء آمر ناهي كبعض إلى والي كان مبيت والإجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله أو أجيبوا كم مثلا تحريم رخصة أو جورشتانا كهيا وش كواتا اج رخيصة وكذا رخيصة وما اجتماع ما يكون دوئما استنباد به لقائلي مثلا لقائلك يعني لو صحابيك او ينقل كردوا ما بستي او ابو بي او برداشتي خوي بينها يقول لإحمال ان يكون الايجاب والتحريم افرين والترخيص استنباطا من قائله دوشتا ياويكا ولاة امريك بيانا بلى بلى وقيل لا الاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة أجباش آمر ناهيك وبو أمرنا ونهيناه أي بو أوانيتر عليه احتمال أن يكون الإجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله أو والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة مثلا أقرأ الصحابي بيجي من السنة كذا أو يجي إسلام بيكري لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بس سنة في غمرة وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد يعني منظور عرف البلد يعني مثلا عادات بلدك به لبروا إسلام بينك
يا مثلا بلا فكنا معاشر الناس، كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم سفران كان ما نكر بوش إسلالة كريم، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده، أو كان الناس يفعل مثلا أوا بيجي فلان كان يا نكر للزمان في غمره، يا كنا نفعل في عهده فكناني في كبو أويك أكثر بوصل ما قبلك، يعني أما للرتبة لما قبلك إلى أخوات الرواية بوشي لظهوره في تقرير النبي، شنو كظاهر إلى تقرير في غمره، وقيل لا لجواز أي لا يعلم به باشا، يعني جائزني لجواز أن لا يعلم به، يعني رأي كعلمي في نبي مثلا أو أري لجواز لا يعلم به، جائزة في غمر مثلا فلان كان كلابي لو أنا في غمر بيوانا زاني بي وقسي أو بعزيه، فكان الناس يفعلون دواي أوانا أمر أقل قولي صحابي فكان الناس يفعلون به، يا مثلا فكانوا لا يخطئون في الشيء التافهي مثلا، يجي وراء اوان يعني لو سردما اوان قطعي دسيا ندكر لشتي تافها، يعني كم تلا حد مثلا بشتي بيأرشو يجو بوش. قالت عائشة لظهور ذلك في جميع الناس، يعني شاهد قالته عائشة بووي أخير بهم حاربين، وأمر يعود لقوله كانوا لا يقطعون في الشيء التافهي عرب وحز عائشة فرميت لظهور ذلك في جميع الناس لو هم خلق الظاهر الذي هو إجماع برحب هم أولى بزانا أقيني كانوا خلق أوانا أو اشتمى سلا شايع بوا دي أمجال الشايع بوني أوش حكم إجماعي هي، وقيل لا لجواز إرادة الناس المخصوصين شاهد كما خلق كتابتي ما مزبوبه مثلا وقت يكاري كنا معاشر الناس، يعني كوما لخلق كتابة نقها مو خلق، وعطف الصور بالفاعي يعني هما صورة تانية بفيع عطف كروب وسريا للإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في الرتبة بو إشارة بك أو بقيني ككل صورة هيك كم تر لما قبلك يأتي للرتبة دا، ومن ذلك يستفاد حكاية الخلاف ولويك فاكيدانا لسري شاكا حكايتي خلاف كام خلاف الذي في الأولى باشا أو حكايتك الأول كذا هيا حكاية كري لشيا في غيرها لغير أويشا آخر لغير أولى كيشا إلى يعني همويا خلافك هيا مثلا لا أولا و أو باسي أو يكردوا بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عن أوانينا وكذا سمعت وأمانة أواني تيايا في أوجنا دواء أوتي شيء فكنا معاشر الناس أو فكنا دواء أواني، يعني مثلا والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة وايا أو هاري أكثر أو يعني إخلافي تيايا لدواجة توزيع لا وتي لظهوره في سنة لظهوره في سنة النبي، وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد وايا دي وقت عالم دا اختلاف يخو أما بقوة تريك لا مثلا عالم دا نترك بفيعة فكرته فكنا نفعل في عهده دي وقت اللي خلاف به أو خلاف اللي شاهية أعوى متعجبين كواتا أعوى ومن ذلك ولو بياني اختلافه يعني لو رتبة بندية وكما فيها ككر ديسي كمثلا ما بعدي في لما قبلك زعيف تريك ورأجيري حكاياتي خلافك كام خلاف الذي في الأولى لأولى كذاك أو من السنة أو حكاية أو خلاف حكايات كليلكوها في غيرها لغير أولى كيشة يعني بأوالي المزلجلة، وقد تقدم بيانه يعني لبناي ذكري هردان يقلوانا دا لشرحكا بيان ما نكردوها. خاتمة مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء وتحديثا، مستند غير الصحابي للرواية مثلا بشي براي إسنادي ببكاكا بو أما أو حديثة أو مثلا الرواية بو أمانة شون يقولي، ولا قراءة مستند غير الصحابي في الرواية قراءة شيخ عليه يعني شيخ حديثك دي بسر غير صحابيك حديثك يخوندوته جا شون يخوندوته إملاء إملائك بسر يبجي أو أوش
وقبلي بي نوسي مثلا أم جاروا تحديثا يا بوي جرابتو من غير إملاء يعني يا إملاء أمر تحديث أم جا فقراءته عليه أمر خوي مثلا قبل الحديث كي بلاوية بيبو شيخة كي خويني تو شيخة كشت إيديك أودو أمر فسماعه بقراءة غيره على شيخي يا جويل وابو بك غيري أو بسر شيخك أي خوانيته بس القراءة مثلا لمجلس يقدان راوية كي تروكو أم حديثك أبو الشيخ خوانيته أم جبيلياتي بس مستند أبو الروايات يعني أتواني يتأم جانب بو أبي بدليل يبو أوك الرواياتك قاتم مستند غير الصحابي للروايتان من بعنوان الراوي شو دليلك هيك أو حديث من روايات كردوة على مستند روايتك من قراءة شيخة شيخ بس يا أخوان دموا ما سكش قراءتك إيش بإملاء بوا يا قراءتك بتحديث بوا يا مثلا خم قراءة ممكن بس شيخة يا جوم لا زيد بوا مثلا جوم لو راوية تربو كأو راوية حديثك بس شيخة قراءتك دعاء وفر مناولة مع الإجازة مناولة هي كأن يدفع له شيخ أصل سماعه يعني بيات دستي أصلي سماعك يخوي بيش أأمى سماعك من النوسلاوية كايا أو فرعا مقابلا به يا فرعك أداة دستي وقفتو كوبي كوقتي نمو لبري نوسلاواته مثلا كمقابل بأصلك كرابي ويقول له ببغى أجزت لك الروايات عني يعني لقل أوي كداية دستي بيش بلا أجزت لك الروايات عني إجازة من رواياتك مناولة وإجازة بيكو لدو كان لما دواي مناولة وإجازة أمر فالإجازة إجازة كبتنيا به مثلا مناولة لتكانبه شون من غير مناولة ببي أما كمناولة ببي جاء بينا دعوة بالله جاء باش إجازة كشون به ولا لخاصين في خاصين بور راوية كتايبات يعني دعوة إجازة بور راوية كتايبات به لموردي مثلا موردك خاصة على حديثك وكو نحو أجزت لك الرواية البخاري من إجازة بتوداك الرواية حديث بخاري بكي مثلا أمجا فخاصين في عامين خاص لعامة وكو مثلا أجزت لك ها أو كإجازة بدلها خاصة وللرواية جميع مسموعاتي إن تواوي أواني من بيستو ما حقت هي الرواية كي يعني وانا بو عصر الرواية دبن بران بو إيساش أبيه شوف زاني أخو مستند الرواية أو راوية شيب ومثلا تأثيري هي لا بقوة قوة وزعف حديثك أمر فعام في خاصي وكبري مثلا أجزت لمن أدركني هركز بمنا أقاوها عصري منه مثلا هركز دي ولاي من إجازة بيداوي رواية مسلمين رواية مسلمك أها إجازة بعام دا إجازة شي بعام دا الرواية خاصي في إجازة دا فعامين في عامين وكو أجزت لمن عاصرني مسموعاتي هنا رواية جميع مروياتي أوا إجازة دا أبوها أو عسلاني خوم رواية كدني حمون رواية كلا وكالم أمر فلي فلان ومن يوجد في نسله تبعا له يعني مثلا إجازة بفلان من يوجد من نسل أو دا أو شيء عام لكن فلانك أخوي خاصة برا ما قالوا تيم ومن يوجد من نسله بهو أبيت عامك جازم داك روايات جميع مروياتي من بكان حالبين تبعا له يعني تبع بو فلانك من يوجد في من نسله دعاء أو أمر دعاء إجازة أمر فالمناولة كانت أولى أو مناولة مقدم مناولة لقل إجازة أما أقرب تفكيك وبغيري إجازة مقدم بالمناولة من غير إجازة المناولة كإجازة لقرأ النبي فالإعلام أمر إعلام أنا مشوك أن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان وبإعلام كبراء أم كتابا لبسلواني منه باشا كبسر فلانة بسر فلانة دلاوة يعني أم كتاب برين آميك بدأ اسمه يا إعلامك أما لمسموعاتي خومك لمسموعاتي خومة بسر فلانا كسا يعني بو معنى يا بسر ما أخوانوتو أو بيستويتي
باش يعني مسموعاتي خو ماشي وكبري من فلان وانا بوتي فسماعه يعني ام سماعي كبر بره اري اها او بويا على تجاوز كل مسموعاتك شاكا معناه قراءتك يا كبي اينما مسموعات سميعه على تجاوزناك او نبولي وشوتي فسماعه بقراءة غيره على الشيخ يا فقراءته عليه اها جا يعني امام مسموعاتي منه شاكا ام مسموعاتي منه اللي كو حاصل بوا مثلا بقراءة غيري مثلا بقراءة زيد على عمرين كشيخك يا على شيخي اه فالوصية امر وصية يعني دائما ولا وصية به كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته وكو أما وقتك وصيت كاب كتابك عام كتاب بن فلان كاس هو من شنبو السفر يا هو من مريم عام كتاب بن فلان كاس باع الروايات يا وصيت فالوجادة أم جا وجادة وكوشي ودين دو زينوة كأن يجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروف وقام كابلا كتاب يا حديث جدسك بخط شيخ ناسرا ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الإصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة بأقسامها السابقة شاكا يعني إجازة بها مو بشكانية وممنوع كردوة يعني أو فخاص في مثلا لخاص في خاص أو فخاص في عام أو دو فعام في خاص أو سيف فعام في عام أو تشوال شاكا فلي فلان ومن يوجد من نسله او بينج هم اواني منع كردوا او من ياكلوا هم اوان ومنع ابراهيم الحربي ابو الشيخ شيخ اسفاني ودوان قاضي حسين وسياد ما وردي او تشوال اجازه من كره باقسام سابقه ومنع قوم العامة منها دون الخاصة شاكا يعني كانت فعام في خاصين يعني منع كلوه لو أنا فخاص في عامين يشال منع كربية فعام في عام أنا اللي خاص في خاص يعني منع نكرد يا أوانا أما أو ومنع لو أنا أويك إلا أولو خاصي ببي أو شر منع نكرابي بلا نكر من أويها ثلاث سور ما هرتك أنا قريت وهذه ست سور دي منع كلها يك سورة اللي قاعدة داهم ومنع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد أو إجازة ما نعكر دوا من يوجد من نسل زيد من نسل فلان أو أبو باس مانكن أما أول وهو الصحيح أو الصحيح والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا يعني مثلا إجازة حركة بو حقها مثلا أو الروايات أي من غير التقييد بنسل فلان مثلا بل هركس أو وعطف الأقسام بالفاء إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة خالد فيها ودي ومن ذلك مع حكاية الخلاف في الإجازة يستفاد حكاية الخلاف فيما بعدها هل آل ووك حكاية خلاف لإجازة لا ذلك به حكاية خلاف لما بعد أقسام إجازة شاهية مثلا لمنا ولا لو أنا أو خلافانات وني نقلك يستفاد حكاية خلاف بما بعدها وهو الصحيح يعني وقتك مثلا تؤبيني لإجازة دا فرضا لخاص في خاصين كإجازة بقوة لا لمناولش لها مو أقسام كان اختلافها ديار أوانيا كإيما إجازة كمان أقسام إجازة ما نقش دار دانا بفي أتكرته سريك ذي كواتا لها مو أنواع أولها لها مو أنواع خاصة إجازة قابلة فهمة حاربين وشن اللي بقى بيان كل كلا إجازة ده اختلافية أمر أول شيء يعني كاتل منا وليش اتفاقية اختلافية بعض يقولوا أنا مثلا منا ولا مستند غير صحابي بعض يقولوا أنا بو مستند نابي ها حكاية خلافة كلا كل مثلا كاوية كتير ترى وكذا لما تنقانية شن أما وتي مستند وغير الصحابي قراءة الشيخ إملاء وتحديثا باشا فقراءته عليه فسماعه فالمناولة مع الإجازة أو أنا اختلاف يا دياني دواء وفى الإجازة جاء فالإجازة وكل كوا
مثلا اختلافك معلوم بو ألوى ومنع إبراهيم الحربي وأبو شيخ الإصفهاني والقاري الحسين والماوردي الإجازة ونيا أو لا اختلاف بيان بويتل كواتل وقت لا إجازة دا أو وقت أن لها مو قسم مكان يعني بشر جيت الأمر وقت أن خير لها مو قسم مكان يعني لا عامكات أو عاميت يعني نجوا هالخاصي روتا أما أو دي أم جالا دواء ومساء قاضي أبو طيب وتي إجازني على من يوجد من نسل زيد مثلا من نسل فلان وأنا أبو قال لي عثمان فلي فلان ومن يوجد من نسله أو إيش وتي لواء إجازة نابتة مستند دواء أو أمر هات شارع إذا نزل كروتي أم أقسامي بفيعة كرتو شاع شارك أبو لاي أو كهر قسمك لو قسمانا لرتبة كم تر لما قبلك يأتي ومن ذلك وآل وو مع حكاية الخلاف الإجازة شاكا لقل أواك حكاية خلافك الإجازة قابل فهمة كشي لقل أوجد يستفاد حكاية خلاف فيما بعدها ورأجي لحكاية خلاف لما بعد إجازة جده يعني لمناولده لوصيته لوجاده لو أنشا أو اختلافنا أكري فرزن إذا كان أجر إبراهيم حربي أبو شيخ قاضي حسين ماوردي بو إجازة مخالفة كردوا قطعا بو مناولة مخالفة كردوا بس بيان وألفاظ الرواية بس ألفاظ روايتك أي الألفاظ التي يؤدى بها الرواية من صناعة المحدثين ديارة أولا صناعي محدثين يعني مثلا لو أنا أشيت بألفاظ الرواية كسب كي بس لفظي به فليطلبها منهم من يريدها منها طلبي بك يعني أو ألفاظ الرواية منهم لمحدثين وكي روايتك من يريدها أو كسك إرادي زانيني ألفاظ الرواية أكا شاكا باش منها لو ألفاظانا يعني من يريدها أو كسيك ألفاظ الروايات إرادك منها لنا أو ألفاظ الروايات لنا من أزرع منها يا ما يبغى أو أويد تلينا ده بيزو منها يا لا لا مستقل شو؟ ولكن جملة مستقل منها على ترتيب ما تقدم أم لا على ترتيب؟ بلا بلا قبل ما بعد كيف من يريدها أركس يبي فليطلبها منهم من يريدها أو أمر منها على ترتيب ما تقدم لألفاظ الروايات لس ترتيب أو يكوت مثلا إملاء وتحديث وأمانة فذن بواري إملاء كبيش أملا علي يا بواري تحديث كبيش حدثني بوأوي تربيج مثلا وقرأت على شيخ بيجي قرأت عليه يا أقرب أو دومك فسمعه بقراءة غيري على شيخي بيجي فقرئ عليه وأنا أسمع من جنبي يا مثلا أخبرني بيمي خبر دا إجازة ومناولة إجازة ومناولة بيكون يا أخبرني إجازة بتنيا أنبأني مناولة أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه بوجاده أو ألفاظ أنا تعني بخير غيري ما أفهم من شو